نحن اليوم 3 مارس عام 2022 في مدينة بوغراديس من أكبر المدن في ألبانيا على بحيرة أغريت اللي انتم شايفينها عالمين هناك وأمام المركز الإسلامي اللي احنا جينا هنا عشان نصوره في هذا كله مركز إسلامي والمأذنة زي ما انتم شايفينها مبنية كذا. أول زيارة لينا في ألبانيا كانت في ديسمبر عام 1991 أول زيارة لنا في ألبانيا كانت في عام 1991 وكان أسعد الأستاذ أسعد طه وأنا والأستاذ عدنان إسماعيلي ولفنا تيرانا علشان نسجل الإغاثة الإسلامية. الزيارة الثانية كانت ليا وأسامة ليلى والأستاذ صلاح علشان نكتشف الأماكن اللي احنا ممكن نعمل فيها كإغاثة إسلامية. كانت ده في يوليو أغسطس عام 1992 وأخذنا ألبانيا من بلورا في الجنوب إلى أن وصلنا إلى بشكوبيا. ولما وصلنا هنا لمدينة بوغراديس كنا بنسأل عن المسجد فأحد الناس قلنا طلعوا اللي هو الجبل علشان نشوف المسجد. طلعنا الجبل ما كانش فيه مسجد ولا حاجة، كان فيه زاوية صغيرة وفي نفس الوقت ده خرج علينا الخادم بتاع الزاوية دي قال لنا ده مش المسجد، مسجد تحت في الساحة. ولما نزلنا الساحة أخذنا لبيت اللي هو المفتي بتاع المدينة. المفتي بتاع المدينة قال لنا لا المسجد ده هو، ورهولنا الصور القديمة بتاعت المسجد اللي بناه العثمانيين. ولما جينا هنا هو المكان ده ما كانش مسجد، كان أنور خوجة اللي هو رئيس الجمهورية السابق هد المسجد وحول هذا المكان اللي انتم شايفينه الجميل ده كله إلى سينما وفي نفس الوقت مسرح. فكان كله مبني خرسانة، كانت النية رئيس الجمهورية السابق إنه يعمل هذا سينما ومسرح علشان الناس تتمتع بيه ويخرجوا من السينما يروحوا على البحيرة اللي قدام كده. فاحنا من عام 1992 لعام 1998 حاولنا بقدر الامكان ان نجمع المال الكامل ان نرجع هذا المكان مره اخرى من ان يكون سينما ومسرح الى نرجع مره ثانيه الى ان يبقى مسجد. وده طبعا اللي هو 2 اغسطس عام 1998 تم افتتاح هذا المكان. يعني هذا المكان تبرع عليه ناس كثيره جدا من البحرين ومن الامارات ومن السعوديه ومن الكويت ومن اليمن ومن مصر الى ان تحول هذا المكان اللي كان نيه انور خوجة اللي هو رئيس الجمهوريه الشيوعي السابق الى يعملوا مسرح وسينما الى ان يصبح مسجد مره اخرى كما كان من قبل. ها يدخل السعاده والسرور على اهل هذه البلده واهل هذه الناحيه في ألبانيا في مدينه بوغراديس. ناخدين المسجد اللي احنا تحول من مسرح وسينما الى مسجد مره اخرى وحنشوف من الداخل القاعه. طبعا كل هذه الغرف والسلالم اللي فوق بنشوفها هي فصول دراسيه للاطفال عشان يتعلموا فيها واماكن لصلاه المساء. داخلين القاعه الكبرى في المسجد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زي ما احنا شايفين كده دي قاعة المسجد اللي كانت نية الحكومة الشيوعية في الماضي انها تعملها سينما ومسرح. حتى شايفين تصميم القاعة، ارتفاع القاعة، المعاميد بتاعتها كانت اصلا معمولة عشان تصبح سينما وتصبح مسرح كذلك. فكل الصور اللي فوق، كل الفصول اللي فوق دي انتم شايفينها دي اصبحت فصول دراسية للاطفال وده مكان لصلاة النساء. فنحن اليوم في هذا المسجد ودي زيارتي لي بعد ان افتتحه في عام 1998 من 24 سنه. من 24 سنه انا بشكر كل من تبرع بدولار او بريال او بدرهم او بجنيه استرليني او بمارك الماني في الوقت ده. وكم من ملايين الصلوات صلت في هذا المكان بعد ان كانت نيه رئيس الجمهوريه السابق ان يحول هذا المكان إلى مسرح وإلى سينما. والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على أن أبقى الله دي على دينه ولو كره الكافرون. أبقى الله سبحانه وتعالى على دينه ولو كره الكافرون. أبقى الله سبحانه وتعالى على دينه ولو كره الكافرون. وهذا المكان يعتبر شرف وزخ لنا جميعا لكل من تبرع بفلس
أو أتبرع بسنتيم أو أتبرع بريال أو أتبرع بدرهم أو أتبرع ببقشة أو أتبرع بأي شيء من كل مكان في العالم، باكستان وأندونيسيا والهند وبنغلاديش وتركيا ومصر وكل هذه الدول وكل دول الخليج قاطبة. وأخذ مننا ست سنوات لكي يخرج هذا المسجد مرة، المسرح مرة أخرى، من بعد أن هدمه أنور خوجة في الثمانينيات ليصبح مسجد مرة أخرى ولو كره الكافرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة بوغراديس اللي تعمل أكبر المدن في ألبانيا، من هذا المركز الإسلامي الجميل. وأنا سعيد جدا أن أنا أزوره بعد 24 سنة من افتتاح هذا المكان. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.